الله 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 الله. بما اننا النهارده يوم الخميس وفي شهر يونيو، ويونيو ويوليو واغسطس احنا متربيين ان كورنيش اسكندريه يوم الخميس بيبقى كله افراح وزفه. عشان كده عملنا النهارده يمكن دي اول مره نلعبها في البرنامج الزفه الاسكندراني الاصيله، لان كمان معانا في الحقيقه ديزاينر ابو سمية ازياء اول مره تنورنا وجايه من اسكندريه، وزي ما انتم شايفين عامله فساتين الافراح كلها احلى من بعض، كلها ملوكي. خلينا نرحب باستاذه شيرين جلال مصممه الازياء. اهلا اهلا بيك. بيك. ازيك يا شيرين؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ بخير. ايه الحاجات الحلوه دي؟ حلاوتك. فكرتيني، هقول لك بامانه بقى، بايام الزمن الجميل. ربنا يخليك. ايام لما كنا بنسمع الزفه دي والفنادق والقاعات على كورنيش اسكندريه، واعتقد ده ما بقاش موجود كتير دلوقتي. لا للاسف. وكنا نشوف شياكه اهل اسكندريه وهم لابسين السواريه والعروسه وحواليها البنات اللي ماسكين الشمع والكلام. انت مش هتقوي على الكلام ده، ما شفتيش انت الكلام ده. طيب خلينا بس نرجع ليكي كده وتقولي لنا انت دخلتي في عالم تصميم الازياء ازاي؟ يعني حبي من وانا صغيره وشغفي، ومامتي كمان ليها في المجال، وبس يعني، واهلي ساعدوني جدا. طب انت اذا دارسه ايه اصلا؟ اختي درس اداب، بس اخذت دراسات حره. اداب قسم ايه؟ جغرافيا. الله يا بختك. وبعدين بس ما اشتغلتيش فيها خالص؟ لا لا خالص. خلصتي الكليه؟ خلصت قلتي. واخذت بقى كورسات كتير في الديزاين، واهلي بقى ساعدوني اذا كانت اختي او مامي كده، كلهم وقفوا جنبي. ربنا يخليهم. يا رب. انت تخصصتي في اصعب حاجه، فساتين الزفاف. بالظبط. وفساتين الزفاف المطرزه يدويا. بالظبط كده. فاولا عايز اعرف ليه ما بتعملش سواريه وجران سواريه وفساتين خطوبات، واشمعنى فساتين زفاف بس؟ بنحب نبقى مركزين مع العروسه اكتر حاجه، وهو ده بيبقى اهم فستان في الليله يعني بتاعت العروسه في عمرها كله. في عمرها كله. بالظبط. فببقى حابه ان انا ابقى دي اكتر حاجه بقى مركزه ومهتميه بيها، وما شتتش بقى انتباهي او تفكيري بحاجات تانية. احكي لي بقى ازاي بتقعدي تحددي مع العروسه ايه اللي ليق عليها، ايه الجلسات اللي بتحضروها مع بعض، ومين بيجي مع العروسه كمان عايز اعرف؟ مامتها واختها واصحابها. كل دول بيشتتوا دول. لو تيجي لوحدها هيبقى اسهل لك. لا لا بيجوا كلهم مع بعض. طب بتختاري لها بقى الديزاين اللي عليها على حسب جسمها وشخصيتها، اللي يليق يبقى لايق معاها، على حسب الفرح هي عامله فين، اوبن اير، قاعه، على حسب برضو كل الحاجات دي بتقرر هيبقى شكل الديزاين ازاي في الاخر. اوكي. طيب قميشتك طبعا مميزه جدا وكله مطرز زي ما انا عارف يدويا. هنشوف بقيه المجموعه الخاصه بيكي بس بعد الفاصل. فاصل نرجع لكم، خليكم على راس واحد. أربعة شلاشين.
رجعنا لكم مرة تانية وفساتين أفرح كلها أحلى من بعض ومصممات أزياء اسكندرانية ذوقها حلو قوي. برحب بيها مرة تانية أستاذة شيرين جلال منورانا بنور. يمكن قبل الفاصل اتكلمنا شوية عن ازاي بتقعدي مع العروسة وبتتفقوا مع بعض، فعشان لو أي عروسة بقى دلوقتي شايفانا تخش لك على صفحاتك على الفيسبوك والانستجرام وممكن تتواصلوا معاها من مصر وخارج مصر وتشوفوا بقى الأسعار، وممكن لو حد بره مصر تبعتي له فستان. اه طبعا مفيش مشكله، دلوقتي بقى الموضوع سهل قوي تعرفي. اه طبعا اونلاين كل بالظبط. طب عايزه اتكلم معاكي عن التطريز. اوكي، انت عامله تطريز حلو قوي، عامله حاجات بارزه بالظبط. كتير يمكن شغل بارز ده بيخلي الحاجات شكلها اغنى بالزبط. اغلى. فاحكي لي بتوصفي ازاي للفنان اللي معاكي او الفنان اللي معاكي اللي بيشتغلوا بالايد؟ كان في فستان كل ورد طاير، كل ورد طاير. انا برسم كل ده، كل ده مرسوم، اه بيترسم على الفستان وببقى عامله لهم سامبلز صغيره يشتغلوا عليه وهم يكملوا بقى بقيه الفستان كله بالظبط. اوكي، طيب اصعب فستان عملتيه في الست سنين اللي فاتوا ولا هما كذا واحد؟ لا مفيش حاجه صعبه، كل حاجه على حسب شخصيه العروسه، بنبقى قدام بعض وبننفذ الحاجه اللي هي حباها. في فستان رسمتيه وطلع احلى ما كنت فاكره؟ اه معظمهم بيطلع معظمهم. احلى، اه بيطلع احلى من الرسم كمان جدا. ودلوقتي والفاشن شو شغال، انا شايفك قاعده تتفرجي على البنات وهم لابسين مبتسمه جدا ومبسوطه. اه الحمد لله، انت يعني راضيه باللي انت عاملاه. اه الحمد وده لله، وده شيء مهم قوي جدا، ده هيخليكي تبدعي اكتر اعتقد. بالظبط. اللي معاكي بقى انت يعني بتعينيهم ازاي معاكي او بتختاري ازاي الفنانين اللي معاكي؟ على حسب شغلهم، ليا فريق عمل كبير فبنظبط كل حاجه على حسب كل واحد بيعرف يعمل ايه، شاطر في ايه، وانا بوظف كل واحد على حسب شغله، يعني على حسب المكان اللي المفروض يكون فيه. طيب انت عندك شو روم بتاعتك في اسكندريه؟ بالظبط كده. كفر عبد ولا فين؟ لا بوكله شارع ابو قير قدام ترام الوزاره. اوكي، قدام ترام الوزاره بالظبط، شارع ابو قير. شارع ابو قير بوكله. كفر عبد انت ساكنه في كفر عبد؟ انا ساكنه في كفر عبد. اوكي. طب تيجي نشوف اخر جزء؟ يلا بينا، محضر لك اغنيه مفاجاه. ماشي يلا مزيكا. بالابيض قول لي يا زهره نيسان، قول لي يا حلوه وهد لي بهالوش الريان، قول لي بالابيض قول لي يا زهره نيسان، قول لي يا حلوه وهد لي بهالوش الريان، واميرك ما ايديك وقلوب الكل حواليك، والحب يشدي عليك ورد وبيلسان، قولي بالابيض قولي يا زهرة نيسان، قولي يا حلوة وهلي بهالوش الريان. بالابيض قول لي يا زهرة نيسان، قول لي يا حلوة وهلي بهالوش الريان، وأميرك ماسك إيديك وقلوب الكل حواليك، والحب يشدي عليك ورد وبيلسان، قول بالابيض قول لي يا زهرة نيسان، قول لي يا حلوة وهلي بهالوش الريان، قول لي يا حلوة وهلي بهالوش الريان. الله 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 على الشياكة بجد. شرفتيني ونورتيني، الكولكشن اكثر من رائع، كل الفساتين احلى من بعض، يسلم ذوقك. شكرا. كل ما يبقى في كولكشن جاهزه
تكلمينا وتيجي الشارع شارعك. اكيد. اهلا وسهلا. شكرا. وكان ختامه مسك ان احنا نغني النهارده ونختم باغنيه للست ماجده الرومي، بنبعت لها الف سلام وتحيه. بشكر استاذه شيرين جلال مصممه الازياء على وجودها معانا النهارده. اتمنى تكون اتبسطت معانا النهارده، وبكره الجمعه اجازه البرنامج، نكون معاكم يوم السبت في نفس ميعادنا. شكرا لكم، باي باي.